أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء خاص. هو بالفعل لقاء خاص لأنه مبدئيا مع ضيف في توقيت مهم جدا، تجرد من علاقة العمل مع النادي الأهلي فأصبحت شهادته مجردة تماما من أي علاقة، ومن ثم كانت أهميتها. جئنا إليه بحثا عن الحقيقة والوثيقة في قضية شغلت الرأي العام الأهلاوي بل الرأي العام كله خلال فترة طويلة جدا، تعلقت بهدايا وتبرعات للنادي الأهلي وقيمة وسمعة مجلس إدارة النادي الأهلي في لحظة مهمة فارقة. كنا مع المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، نقيب المحامين السابق بالقاهرة ورجل القانون الكبير. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم، شرفتني ونورتني، وأهلا بيك وبكل مشاهدين قناة النادي الأهلي. جايين لك في توقيت بعد ما استقلت ليه؟ اولا يعني بعيدا عن الاستقاله، النادي الاهلي ده بيتي، وفيما النادي الاهلي يطلبني في اي وقت انا تحت امره. انا كان عندي قضيه شخصيه ان تم تناولي بشكل شخصي، وارتقيت ان انا عشان ارد هذا الرد مش اسلوبي ومش اخلاقي، ولقيت ان انا هخرج عن السياق اللي لازم اكون ملتزم بيه، فهي مساله كان فيها شويه نوع من الخروج، فحبيت ان انا اعمل ده بحريتي وانا بره النادي عشان ما احرجش النادي الاهلي او اي من مسؤوليه، وحتى لا تطال سهام هذه المعركه مع هذا الخصم النادي الاهلي. فتره عمل استمرت قد ايه مع الاهلي؟ انا فتره عملي تقريبا سنتين منذ كلفت بقرار مجلس الاداره في اواخر 2018 وحتى الاسبوع الماضي. سنتين يمكن أكتر الملفات كانت معاك وأكبر القضايا كنت معني بيها، قضية شغلت الرأي العام كله ولا زالت تداعياتها مستمرة وشائعاتها أيضا كثيرة جدا ومتدفقة، أروقة المحاكم شهدت الكثير، تحقيقات الجهات الرقابية أيضا شهدت الكثير، وكانت كل الأوراق والتفاصيل مع حضرتك، ومن ثم كانت شهادتك للتاريخ اليوم مهمة جدا. خليني أقول لك، فكرة الهدايا والتبرعات للأندية كيف ينظمها القانون بداية؟ فكرة التبرعات يجوز للأندية أن هي تقبل تبرعات طبقا للقانون، لكن مع مراعاة إجراءات شكلية معينة، ألا وهي في بعض الأحوال اختيار الوزارة وفي أحوال أخرى موافقة الوزارة. فيما يخص حالة النادي الأهلي، بمجرد دخول هذه التبرعات جميعها ثابتة في محاضر جلسات مجلس الإدارة. جلسات مجلس الإدارة بيتم بها اختار الجهة الإدارية، احنا اخترنا الجهة الإدارية بقبول هذه التبرعات ولم تبدي ثمة اعتراضا. الأمر الثاني ان في حالة التبرعات اللي من الداخل القانون بيشترط الاختار فقط، اما لو من الخارج فالقانون بيشترط الموافقة. طيب النهاردة ما النادي الأهلي يقبل تبرع من رئيسه الشرفي، ده يعتبر من الداخل ولا من الخارج؟ دي مسألة محل بحث. وفي كل الأحوال عشان دي مسألة شكلية مهمة جدا جدا، هناك بعض الأشخاص أقاموا دعوة ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بقبول التبرع بالمخالفة للقانون، وقضي فيها في 14 نوفمبر 2018 من محكمة جنح قصر النيل ببراءة الكابتن محمود الخطيب، لأن وزارة الشباب والرياضة أقرت هذه التبرعات ووافقت عليها في وقت لاحق. يعني خليني أقول لك، دي ضربة البداية القضائية بقى. يعني ده بداية فكرة قبول الأهلي لتبرعات من السيد تركي آل الشيخ، تم رفع دعوة عليها أنه تقبل التبرعات أو لا تقبل. لا هو مش رافع دعوة، بس أنا بس أستأذن حضرتك استعرض الحكم اللي صادر من محكمة جنح قصر النيل ببراءة رئيس مجلس النادي الأهلي من قبول تبرعات بالمخالفة للقانون. طبعا دي مسألة مرتبطة بالشكل مش مرتبطة بالموضوع. القضية الثانية اللي أنا هستعرضها بقى مرتبطة بالموضوع وبالتفاصيل. إذا من حيث الشكل قبول التبرعات بهذا الأمر شأن قانوني وسليم. خلاص قولا واحدا قضي الأمر، ده هذا الحكم أصبح نهائيا باتا ولم تطعن عليه النيابة العامة، وحكم حضوري حائز لحجية الأمر المقضي، لا يجوز مناقشة هذا الأمر أو طرحه أمام أي جهات قضائية أخرى، لأنه أصبح حكم قضائي نهائي بات. وعلى فكرة تم تقديمه لنيابة الأموال العامة العليا في التحقيقات وتم التعويل عليه، والنيابة أمرت بضمه، وقولا واحدا قضي ببراءة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا الشأن. طب ما تخليني بقى أبدأ معاك، أما وإنه المحكمة أقرت سلامة الإجراء القانوني في قبول التبرع والإجراء السابق عليه،
انه دخلت هذه التبرعات النادي او قبول النادي او احقية مجلس ادارة النادي في قبول تبرعات لصالح النادي بهذا الشكل وبهذا الحكم مكتمل الحجية زي ما حضرتك اشرت. نعم. حجم التبرعات الاول خلينا نمسكها بدايتها. سيد تركي آل الشيخ رئيس شرف النادي الاهلي تبرع باموال للنادي الاهلي لدعم النادي الاهلي في اشكال عدة. نعم. حجم هذه الاموال واشكالها. حجم هذه الأموال بحسب إيصالات قدمت أولا والمستشار تركي آل الشيخ تقدم عبر محامي زميلي العزيز الدكتور محمد حمودة ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا أعتقد في شهر يونيو 2018. ده أول بلاغ. ده أول بلاغ من محامي بتوكيل، ثم لحق بهذا البلاغ بلاغات أخرى. أستاذ سمير صبري أرى تويتة عملها المستشار تركي آل الشيخ على أساس أقدم بلاغ، آخرين أيضا تقدموا ببلاغ، رئيس نادي الزمالك تقدم بعد سنة تقريبا، يعني أعتقد بلاغ الدكتور حمودة في شهر 6 بلاغات 2018 بلاغات رئيس الزمالك في مارس 2019. وخلي بالك من التواريخ ديت عشان إيه، دي مرتبطة بالتفاصيل اللي أنا هقولها. 6 و 3 2019. نعم. حجم هذا التبرع خلينا نقول اشكاله لانه نعم. برضو الناس بتتوه لانه كل شويه واحنا يا جماعه معنيين مش بس استجلاء الحقيقه لا دي كمان شهاده للتاريخ بمعنى انه كل شويه هتسمعوا رجع الساعات رجع الفلوس الفلوس 200 مليون الفلوس 300 مليون والحسابه بتحسب والمساله شغاله والناس تايهه. انت كواحد يملكون الاوراق الحقيقيه كنت شاهد قانوني على كل منعطفات هذه المساله حضرت وترفعت حصلت على قرارات وأحكام عندك كل التفاصيل. نعم. شكل هذه التبرعات مشيت إزاي؟ شكل هذه التبرعات هي طبعا لها عدة أمور بمعنى جزء منها كاش. تمام. جزء منها تسلمها مدير عام النادي. تمام. جزء آخر تم تحويله على حسابات النادي. جزء آخر تم تحويله على حساب مجلة النادي. كويس ده الشكل والصورة اللي دخلت بها هذه التبرعات. استاذ محمد إذن الجزء الاولاني يتعلق بتبرعات او مكافئات خلينا نقول ادق مكافئة الدوري للاعيبة الاهلي والجهاز الفني. نعم. القيمة وهل دخلت ضمن تبرعات النادي وميزانية النادي ولا لا ومشيت الامور فيها ازاي؟ لا هذا الرقم هو توجه به بشكل مباشر لغرفة اللعيبة والتقى بيهم وهنأهم وقال لهم انا امرت بصرف مكافأة ليكم وهذا المبلغ كان مبلغ كاش تسلمه في حضوره. طبعا تسلمه المسؤول المالي عن الفريق في مندوب من الإدارة المالية في الاهلي اسمه حسن منصور ده موجود مع اللعيبة يبقى همزة وصل بينهم وبين الإدارة المالية فيما يخص مستحقاتهم. هذا المسؤول المالي تسلم هذا المبلغ وبدأ يتعمل زي كشف للتوزيع جزء منه هو أوصى بيه بمعنى ان هو طلب تمييز بعض اللاعبين وجزء آخر للعمال والموظفين وكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكورة عمل كشف للاعبين وتم توزيع هذا المبلغ. على فكرة المبالغ دي تم توزيعها بالدولار على اللاعبين المبلغ بالدولار. يعني ما تمش تغيير العملة الأجنبية. لا 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 المبالغ دي المكافأة نهاية الدوري أو مكافأة الدوري تم توزيعها على اللاعبين بالدولار. أما فيما يخص بقى الجزء اللي تم تجنيبه للموظفين وعمال النادي ده تم تغييره بالبنك بذات سعر الصرف. تم تتبع هذا الأمر لجنة خبراء وزارة العدل فحصت هذا الأمر بدقة وتأكدت من سلامة جميع الإجراءات المحاسبية والمالية في هذا الشأن. طيب ما يهمنا هنا أن الفلوس اللي تم التبرع بيها لفريق الكرة أو تم فريق الكرة تخصيصها مكافآت لفريق الكرة ما دخلتش الحسابات الرسمية للنادي. المبلغ الذي تم توجيهه كمكافأة لبطولة الدوري لفريق الكورة أولا هو لا يعد قانونا من قبل التبرعات لأنه لم يدخل خزينة النادي. طب ليه ما دخلش خزينة النادي؟ لأني لو أنه أراد سيادته أنه هو يتم توجيهه لخزينة النادي كان ممكن يجي بتحويل كان ممكن يقول أو يجي بإيداع زي وزي المبالغ السابقة لكن هو إرادته اتجهت إنها مكافأة منه وبالتالي هذا الرقم لا يعد من قبيل التبرعات.
ولا مسؤولية لإدارة النادي عليها، يعني هي مكافأة بشكل مباشر من اليد لليد. بالضبط بالضبط. يعني دي مسألة إدارة الأهلي بس بدأت تعمل تصور كل في مكانه، كرة والموظفين فيما يخص خريطة التوزيع، والكل استلم. عايز أقول لحضرتك حاجة تانية، الناس يعني ممكن الناس كتيرة ما تعرفهاش، لأن هذه اللجنة بذلت جهد فني على أعلى مستوى لدرجة أنها استدعت 3 من لاعبي الفريق الأول لسؤالهم عما إذا كان تسلموا هذه المكافأة من عدمه، لأن ذكر في بلاغ سيادة المستشار تركي آل الشيخ أن بعض اللاعبين قالوا أنهم ما خدوش مكافأتهم، تحديدا وليد أزارو، علي معلول، أحمد فتحي، واللجنة التقت بيهم وقالت لهم ده توقيعكم، لأن كل لعيب خد مستحقاته وقع، دي توقيعاتكم، انتوا استلمتوا المكافأة دي، فدي من ضمن الأمور عشان بس أوريك مدى الدقة اللي اتسم بها عمل هذه اللجنة في الفحص والمتابعة. اللجنة في ضوء البلاغات اللي قلتها، لا ده تحت شملت مين بقى؟ اللجنة دي بتشتغل تحت إشراف نيابة الأموال العامة العليا. تمام، اشتغلت في التفتيش على النادي بناء على البلاغات اللي قدمت. نعم، فتحت اولا ملف المكافآت، كل التفاصيل تم فحصها، وقعة تم فحصها بدقه، تم استدعاء لاعبين. طبعا 3 لاعبين من الاهلي تم استدعائهم، اللي هم ذكروا ان هم اللي انا ذكرتهم وقالوا لهم انتوا خدتوا مكافآتكم ووقعتوا. فده بيوريك مدى الدقه اللي اتسم بها عمل اللجنه تحت اشراف نيابه الاموال العامه العليا. تحت اشراف نيابه الاموال. طبعا. وايصالات الاستلام. كل ده تم مواجهه اللاعبين بيه. واقروا ان هم استلموا مستحقاتهم ودي توقيعاتهم. في رقم واضح لحجم المكافآت عامه؟ اعتقد كل لاعب من اللي شاركوا في كل المباريات تقريبا 37,000 دولار، او يعني كانت كذا فئه، والكابتن سيد عبد الحفيظ عمل لها ترتيبه كده حسب نسب المشاركه. نسب المشاركه. في تمييز بعض اللاعبين حسب في تمييز بعض اللاعبين، جزء منهم هو طلب تمييزهم، واخرين اداره النادي طلبت تمييزهم، اللي هم تحديدا 2 لعيبه هم بيوقعوا على بياض للاهلي. يعني منهم اذكر منهم كابتن المحترم وليد سليمان. فكلاهما تم تمييزه. وشريف اكرامي. وشريف اكرامي باعتبارهم كباتن الفريق. طيب. إذن هذا يخص المكافآت، ما دخلتش ميزانية النادي بشكل مباشر، كانت من المستشار تركي الشيخ للاعبين. فبالتالي الرقم ده يا استاذ ابراهيم ده خلاص خارج قصه التبرعات وليس التزاما عند الاهلي، وما دخلش خزينه الاهلي. طيب. وتوجيه هذا المبلغ للصوره اللي تم توجيهه بيها هو بناء على طلب المانح. طيب المانح وعبد الله السعيد، لان عبد الله السعيد برضو اسم مهم في هذه. نعم. الجزئيه. السيد تركي الشيخ ادى اموال لعبد الله السعيد في هذه الزياره، قيمتها وشكلها سواء عبد الله السعيد او احمد فتحي. لا، مش في هذه الزياره، اللي انا عرفته ان في تحويل، لان الورقه ده تقدم في نيابه الاموال العامه من محامي المستشار تركي آل الشيخ. تمام. في تحويل من حساب رقم معين للحساب الشخصي بتاع عبد الله السعيد. وده بشكل مباشر، ده بشكل مباشر كعلاقه بينهم. الاهلي لا علاقه له بهذا الامر، ولم يحط علما بهذا الامر، ولا اللاعب قال للاهلي ان هو خد كام، بقى طرديه هديه. في النهايه برضه في الوقت دوت مشار تركي آل الشيخ كان رئيس شرف النادي. أيه. هو محب للنادي، داعم للنادي، بيعمل طرديه اللاعب. اذا ايضا هذه المبالغ لم تدخل خزينه النادي ولا تحسب انها عند النادي الاهلي، سواء لعبد الله السعيد او احمد فتحي. وعلى فكره وفي ذات اليوم في موضوع عبد الله السعيد اداره النادي خدت قرار باعاره عبد الله السعيد. تم عرضه للبيع. نعم. في نفس اليوم. نعم. بعد حسم الامر. نعم. طيب اذا نيابه الاموال العامه او الجهات الرقابيه اللي حققت في هذا الملف وانهت موضوع المكافآت تماما. طبعا فحصته بدقه شديده بدءا من من تسلم والقيمه، في فلوس منها اتغيرت، طب اتغيرت تم تحويلها ازاي، داخل الجهاز المصرفي ولا خارجه، لدرجه ان مش عارف في حد من الاداريين حاجه فيها 500 جنيه، اللجنه طلعت ملحوظه عليها ان واحد جاب شاي وقهوه من اداري الفريق، قال له لا المفروض ان المبلغ دوت ما يدخلش في البند ده. يعني انا بوريك مدى الدقه الذي اتسم بها عمل هذه اللجنه.
حتى ما تم توجيهه للعمال. طبعا كله غلق ملف المكافآت، الجهات الرقابية اطمأنت إليه وقالت فيها قول حاسم وبات. طبعا انا بدي اخلي بال حضرتك بقى اللي احنا بنحكيه دوت، مكافاه بطوله الدوري ده بند من ضمن مثلا اكتر من 20 بند نيابه الاموال العامه كلفت اللجنه بفحصهم. طيب اذا هذا الملف اعتقد واضح كل الوضوح. البند الثاني فيما يتعلق بالاموال اللي دخلت خزينه النادي الاهلي، اولها ما تحصل عليه او استلمه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي قيمته وهو وقع عليه إيصال أمانة، وأعتقد كان محل بلاغ قدمت فيه عدة بلاغات. نعم. إيه القصة بالظبط؟ ببساطة شديدة مستشار تركي آنذاك رئيس شرف النادي. أيوه. النادي الأهلي كان عنده 4 أو 5 لاعبين تم إعارتهم لأندية سعودية، أذكر منهم أحمد الشيخ، عماد متعب، حسين السيد، وفي 2 ومنهم وصالح جمعة وعمرو بركات، دول 5 لعيبة. الخمس لعيبة دول راحوا إعارات لأندية سعودية. النادي الأهلي وقع عقود مع هذه الأندية السعودية. النادي الأهلي له مستحقات اسمها مستحقات إعارة هؤلاء اللاعبين. المفروض أن النادي الأهلي يتقاضى قيمة هذه الإعارات من الأندية السعودية. السيد المستشار تركي الشيخ بصفته رئيس هيئة الرياضة العربية آنذاك هو سدد هذه المبالغ المستحقة على الأندية السعودية للنادي الأهلي، وبالتالي هذه المبالغ تم تسديدها نيابة عن الأندية السعودية. إذن هي مستحقات للأهلي وليست تبرعات. أيوة. جزء منها الرقم ده لأني في رقم منه كان مرتبط بعقد اللاعب عماد متعب. عماد متعب عقده مع النادي الذي تم عرضه إليه كان 300,000 دولار، وكان في ترضية من المستشار تركي الشيخ 300,000 دولار أخرى وجه العميد محمد مرجان، وهو بيسلمه هذا الرقم محمد مرجان أصر أنه يكتب إيصال. كتب إيصال واستلم هذا المبلغ مساء، بعد ساعات تم توريد هذا المبلغ للبنك، وظهر في دفاتر الشطب وظهر في حسابات النادي، ومبلغ الطردية اللي هو قال له وجهه لعماد متعب جاب عماد متعب وسلمه 300,000 دولار كطردية بره العقد، ومضى ايصال بذلك، ونيابه الاموال العامه فحصت كل هذه التفاصيل بدقه، وتحريات الرقابه الاداريه قالت ان محمد مرجان ما عندوش سمه مخالفه ولم يتعدى على المال العام بشكل واضح وصريح، ومساله ما تستحقش كل الكلام اللي بيصار حولها. طيب البلاغات اللي قدمت في هذه الواقعه تحديدا رقم كبير من البلاغات، مش نعم. جهات التحقيق اللي اشتغلت فيها مين؟ بداية الأحداث ديت النادي الأهلي، أولاً إحنا عندنا أكثر من جهة رقابية، نفرق بين الجهة الرقابية وبين جهات التحقيق القضائي. الجهات الرقابية اللي فحصت هذا الأمر بمجرد حدوث مشكلة، ما كابتن محمود الخطيب خاطب وزارة الشباب والرياضة أنها تيجي تفتش وتبحث هذا الأمر، وانتهت وزارة الشباب والرياضة إلى سلامة كل الإجراءات وموقف النادي الأهلي. ايضا انا عندي الجهاز المركزي بيراقب على كل هذه التفاصيل. جهاز المركزي للمحاسبات لم يبدي سمه ملحوظه على الاداء المالي للنادي الاهلي في هذا الشان. ايضا انا عندي جمعيه عموميه، كل التفاصيل اللي انا بحكيها دي في الامور الماليه تم ادراجها في الجمعيه العموميه وعرضت على اعضاء الجمعيه العموميه. واخيرا بقى نيابة الأموال العامة العليا، وهي أعلى نيابة في مصر متخصصة في هذا الشأن. نيابة الأموال العامة العليا بمجرد تقديم البلاغ ليها استدعت المبلغين وقالت لهم هاتوا قدموا مستنداتكم، ثم أمرت بتشكيل لجنة خماسية على أعلى مستوى من خبراء وزارة العدل قسم أو إدارة الكسب غير المشروع. إدارة الكسب غير المشروع أو خبراء الكسب غير المشروع في قطاع خبراء وزارة العدل هم أعلى مستوى من حيث الفنية، من حيث الدقة، من حيث كل التفاصيل. هذه اللجنة استمر عملها تقريبا حتى انتهت من تقريرها فترة تقارب السنة، انتقلت للنادي الأهلي واطلعت على الدفاتر وعلى الحسابات وعلى التفاصيل وعلى الحسابات البنكية حوالي 4 أو 5 جلسات دون أن يشعر أحد ودون أن يتسرب أي خبر، لأن برضو إحنا عندنا مبدأ إن طالما
هناك وأمور منظورة ومعروضة أمام جهات قضائية نحن نحترم هذه الجهات القضائية، ولا بيخرج خبر بالسلب عشان حتى لا يؤثر على التحقيقات سلبا أم إيجابا. يعني ده جزء من التفاصيل اللي تمت. كنت حضرتك الممثل القانوني للأهلي. نعم، في هذه القضية أنا الممثل القانوني للأهلي طبعا برفقة زملائي والإدارة القانونية أيضا أستاذ محمد فتحي في الأهلي، يعني كنا تيم وورك بس أنا اللي بأخوده. تمام. اشتغلت هذه اللجنة المسؤولة في تدقيق ومراجعة كل هذه الأوراق، هذه القيمة دخلت حسابات النادي. ده القيمة اللي احنا بنتكلم مثلا في موضوع المبلغ اللي تسلمه محمد مرجان. ايوه. وبعدين اما محمد مرجان ده مدير عام النادي او مدير التنفيذي للنادي، والمبلغ دوت او الرقم ده ما كانش تبرع للاهلي. ده تقريبا 70% منه مستحقات للاهلي والباقي اصبح تبرع. فالمشكلة ان مدير عام النادي ده جزء من مسؤوليته ان هو يحافظ على النادي وعلى اموال النادي، فمسألة ما تستحقش الرغي كتير اللي حصل فيها الا اذا كان إثارة هذه الامور بسوء قصد. بسوء لان قصد. طبعا جانب كبير من هذه البلاغات تقدم بحق، بمعنى ان شايف اوراق كتير قوي المستشار تركي من خلال محاميه هو ما ما ما, ما قالش حاجة، قال انا تبرعت بارقام كذا وكذا وكذا وذكر رقم. العبرة مش المذكور ايه، العبرة بالواقع ايه وما تسفر عنه التحقيقات، وما تسفر عنه التحقيقات النيابة العامة اللي بتشتغل بشكل حرفي جدا جدا ومهني ودقيق. بلاغ المستشار تركي آل الشيخ كان في مش 7 أو 8 ورقات يعني كالمعتاد، اما في بلاغات اخرى مش عايز اقول ان كان فيها اساءة قصد، لا تم اتخاذ بلاغات اخرى مش بقصد إظهار الحقيقة، لا بقصد التشهير والإساءة. أنا أقدر أعمل بلاغ والإساءة. نعم أقدر أعمل بلاغ عشان أستوضح وبسيب جهات التحقيق تشتغل، وأقدر أعمل بلاغ عشان يبقى غطى للشتايم وقلة الأدب. أقولها تاني، ممكن أعمل بلاغ وأتستر فيه عشان أسيء لحضرتك، وأما تيجي حضرتك ترفع عليا قضية أقول لك لا ده في موضوع منظور قدام القضاء أما يقول كلمته. فبالتالي بعض هذه البلاغات في هذه القضية تم اتخاذها ستار للتشهير والإساءة والتشكيك في الناس من خلال كل الأصوات الإعلامية اللي احنا تابعناها. نعم. طيب ما يتعلق بمستحقات الأهلي، لأنه الأمر الناس كلها بتتكلم على أنه ديت مكافآت أو كلها تبرعات، أنت بتتحدث عن في جزء كبير جدا مستحقات مباشرة. نعم. تتعلق بإعارات لاعبين من النادي الأهلي لأندية سعودية، تكفل المستشار تركي آل الشيخ بسداد هذه المستحقات أو قيم الإعارة نيابة عن الأندية السعودية الشقيقة التي أعير إليها اللاعبون، وأيضا ما يتعلق بمشاركة الأهلي في مباراتين. نعم. وديتين، أتلتيكو مدريد ومباراة تكريم فؤاد أنور اللاعب السعودي، هل دول داخلين في تقدير هذه القيمة؟ بص، المبالغ اللي دخلت الأهلي لها 3 مسميات، في جزء منها هو تبرع، جزء آخر هو مستحقات للأهلي لدى الأندية السعودية مقابل إعارة بعض اللاعبين، الجزء الثالث هو مقابل إقامة مباراتين أتلتيكو مدريد وفؤاد أنور، ودي مستحقات للنادي الأهلي بتدخل في هذا السياق. فبالتالي أنت عشان توصل إيه اللي تبرع وإيه مقابل إعارة اللاعبين وإيه المبلغ اللي يعتبر مقابل المباريات، كل الكلام ده ثابت في التقرير اللي تقريبا بتصل عدد وأوراقه التقرير لوحده حوالي 225 ورقة. إيه اللي ورد فيه بشأن هذا اللي ورد فيه بشأن هذا الأمر بعد الفحص؟ إن المبالغ كلها، كل المبالغ اللي دخلت خزينة النادي الأهلي هي تقريبا 100,300,000 جنيه مقابل إعارات اللاعبين والمباريات بحسب لائحة النادي الأهلي تقريبا حوالي 30 مليون، وبالتالي هيبقى مبلغ التبرع الحقيقي اللي دخل خزينة النادي الأهلي، وممكن يدور حوله الحديث فيما يخص مسألة الرد بناء على مبادرة وطلب أو قرار مجلس إدارة النادي الأهلي دون أن يكون مجلس إدارة النادي الأهلي ملزما مجلس إدارة الأهلي بقراره برد هذه التبرعات، ليس ملزما برد هذه التبرعات، لأن التبرعات دي دخلت خزينة النادي وأصبحت جزء من مال ومن ميزانية ومن موازنة وممتلكات النادي الأهلي، اللي في الآخر برضو هي
مرتبطة بأعضائه وأعضاء جمعيته العمومية. أستاذ محمد، بعد التحقيقات الطويلة اللي دارت في النادي، أنت بتقول لي 5-6 جلسات تمت في النادي في التدقيق والتحقيق، انتهت إلى تقارير مهمة فيها. طبعا، يعني خليني أقول لحضرتك بقى رسميا إن اللجنة انتهت تحت إشراف طبعا نيابة الأموال العامة العليا، إن قيمة الدعم الممنوح للنادي الأهلي من السيد ترك الشيخ هو عبارة عن دعم نقدي مبلغ 5 مليون ريال، 2,030,000 دولار أمريكي، ثم 2 مليون ريال سعودي، وأن هذه المبالغ قد تم منحها للنادي الأهلي بالعملة الأجنبية، ده المقصود بها الريال والدولار. أيضا تم التأكيد على الآتي، أن هذه التبرعات التي قدمت للنادي الأهلي غير محددة الغرض وتمثل دعم مالي للنادي الأهلي للرياضة البدنية. أيضا في النتيجة النهائية أن التبرعات تم إيداعها، التي تم إيداعها بحساب مجلة الأهلي بالدولار. قضية المجلة دي قضية تاني لوحدها. وبالريال السعودي. كويس، إنها تم يعني بيتكلم على المبالغ اللي تم إيداعها في 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 حساب المجلة، إن إجمالي كل اللي دخل حسابات النادي الأهلي هو 100,338,736 جنيه لا غير. 100 مليون؟ ايوه. 100,300,000 جنيه. 300,000 جنيه. دي شامله مستحقات قانونيه للاهلي في مشاركته في مباراتين ريال. ده الرقم اللي دخل كله يا استاذ ابراهيم. اخيرا بقى واعارات اللاعبين. النيابه قالت ان تم اتخاذ الإجراءات المحاسبية السليمة بخصوص قيد هذه المبالغ المشار إليها بحسابات النادي. يعني النادي الأهلي أو الإدارة المالية في الأهلي اتخذت جميع الإجراءات المحاسبية في هذا الشأن. طيب، هذه القيمة شاملة مستحقات قانونية للأهلي. نعم. تتعلق بأعارات اللاعبين. إعارات اللاعبين ومقابل المباريات يا أستاذ. ومباراتين وديتين. نعم. أتلتيكو مدريد ومباراة تكريم فؤاد عنور. دول المباريات بتنظمهم لائحة تنص على حقوق قانونية للنادي. مستحقات الأهلي فيما يخص المباريات وما يخص إعارات اللاعبين تقريبا بتبلغ حوالي 30 مليون جنيه. تمام. مستحقات الأهلي فيما يخص المباريات بتنظمها لائحة بالنسبة للماتشين دولت. مستحقات الأهلي للأندية السعودية ثابتة بعقود المستشار ترك الشيخ سددها عن هذه الأندية السعودية، وبالتالي لا تعد من قبيل التبرعات. اللي هيعد من قبيل التبرع، احنا قلنا اللجنة انتهت الى ان اللي دخل حسابات الاهلي 100,300,000، هنشيل منهم تقريبا حوالي 30 مليون، هيبقى بنتكلم في مبلغ يقارب 70، يزيد حاجة بسيطة الا حاجة بسيطة. ده اللي احنا هنبحثه مع الإدارة القانونية أو المستشار القانوني أو الشق القانوني في وزارة الشباب والرياضة. إذن الأرقام الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها في الأصوات الإعلامية مدخلة تبرعات أو مكافآت السيد ترك الشيخ للاعبين والجهاز الفني، مكافأة الدوري، وهي كانت مكافأة مباشرة زي ما حضرتك هي تقريبا مليون 830، بيبلغوا تقريبا 32 مليون مصري أو حاجة كده. فهو بقى حضرتك ممكن برضه بيعتبرها إن هي يعني كله راح للأهلي. بس دي مكافآت بالشكل المباشر منه للعيبة. إنما دي شيء مباشر منه للعيبة، ما دخلتش حسابات الأهلي ولم توجه للأهلي. هو وجهها للاعبين. وده اطمأنت إليه الجهات التحقيق. نعم طبعا. بعد فحص بشكل دقيق واستدعت كل الأطراف وكل الأشخاص اللي لهم علاقة بهذه الواقعة لسؤالهم. مش كده بس، نيابة الأموال العامة العليا في إطار الوصول إلى الحقيقة فضت سرية حسابات النادي الأهلي، وده أمر لازم لإجراءات التحقيق عشان تمكن. فضت سرية الحسابات؟ نعم. تم فض سرية حسابات النادي الأهلي بناء على أمر من محكمة استئناف القاهرة. وده أمر يعني ده من ضمن إجراءات التحقيق. طبعا، ما أنا عايز أشوف الأرقام دي دخلت هنا ولا ما دخلتش هنا وتفاصيلها إيه. فده بيبقى أحيانا إجراء لازم من إجراءات التحقيق وسلطة مقررة للنيابة العامة، لكن بعد موافقة محكمة استئناف القاهرة. إذن دي أعلى درجات التدقيق، انه بحكم المحكمه يتم فض سريه الحسابات بحيث ان ما عندكش حاجه تخبيها
ولا تملك أي شيء لا، وتستطيع عن أي جهة بقى تحديدا النيابة أو اللجنة المكلفة من النيابة للاطلاع على هذه الحسابات. لأن أنا افرض أنا قدمت لحضرتك إيصال بقول لك أنا أودعت المبلغ ده في البنك، ممكن الإيصال مش مظبوط ملعوب فيه، لا لازم أنا أخش على السيستم. ايوه وتاكد. ايوه النيابه تاكدت، اللجنه تاكدت، كل هذه التفاصيل واضحه بشكل دقيق جدا. طيب بعد فض سريه حسابات النادي الاهلي في البنوك من قبل الجهات الرقابيه لا هي نيابه الاموال العامه مش جهات اخرى، هي نيابه الاموال العامه اللي قررت. نعم، انما الجهات الاخرى طلعت على تفاصيل حسابات النادي وفقا لهذه السريه. اللجنه المكلفه من النيابه العامه هي اللي اطلعت، مش حد تاني. مش حد تاني. بقيه الجهات اشتغلت في ايه؟ لا بقيه الجهات دي جهات عاديه، الجهاز المركزي اللي انا كده كده اللي طبيعي انا عندي اجراء بكل تفاصيلي بتعرض عليه، لو عنده ملحوظه بيقولها. الجهاز المركزي لم يبدي سمت ملحوظه على الاداء المالي او المحاسبي للنادي الاهلي. ايضا اللجنه اللي تم تشكيلها من الشباب والرياضه بناء على طلب كابتن محمود الخطيب كرئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي طلب، قال لهم تعالوا فحصوا هذه الأمور، كل هذه الجهات انتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي. خلينا أقول لك في البداية، لأنه ضربة البداية كانت من النادي الأهلي، وأنت أعتقد كنت موجود لما النادي بعت جواب للسيد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز وقتها يطلب النادي إفاد لجنة للتفتيش المالي والوزاري عليه، مش كده؟ أي المهندس خالد عبد العزيز وقتها ما نفذش الطلب رغم إلحاح النادي، ثم الدكتور أشرف صبحي لما تولى كلف هذه اللجنة. دي بداية العمل في التفتيش المالي، مش كده؟ حضرتك عاصرت أنت حضرتك بداية عمل. طبعا، وعايز أقول لك حاجة، الخطوة ديت النادي الأهلي بعد ما أثير هذا الأمر ومنشار تركي الشيخ نشر تويتا اللي أثار الجدل كبير، هو الذي بادر من نفسه، ده دل على شيء برضو يدل على الثقة بالنفس، التأكد من سلامة الإجراءات، إن أنا ما عنديش حاجة خطأ. حس على الشفافية. كون إن أنا أقول لكل الجهات تعالوا اتفضلوا اطلعوا على هذه التفاصيل، أنا ما عنديش دفاتر مقفولة، ما عنديش أوضة مقفولة، ما عنديش حاجة سر، عندي كل إجراءاتي مظبوطة وسليمة. والحمد لله في النهاية أن السيد المستشار النائب العام نيابة الأموال العامة العليا أصدرت قرارها في هذه القضية بأمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية. نيابة الأموال العامة العليا بعد تحقيقات مكثفة في هذه القضية أصدرت قرارها الذي أصبح غير قابل للطعن بأي صورة من الصور بأمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية في هذه القضية بعد التأكد من سلامة كل الإجراءات، وهو أمر أصبح حائز لحجية الأمر المقضي لا تجيز بأي صورة من الأحوال، غير قابل للطعن بأي صورة من الصور، وأيضا بيعتبر بمثابة الحكم القضائي لا يجوز التعرض ليه. من يتعرض لهذا القرار يعتبر تشكيك في احكام في حكم قضائي، يعتبر تشكيك في احكام قضائيه. مؤكد ان في تفصيلات كثيره يا استاذ محمد هاجي لك عليها بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في حوار خاص مع الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني السابق لمجلس اداره النادي والشاهد على واحده من اهم القضايا التي شغلت الراي العام الرياضي عامه والاهلاوي بالخصوص. استاذ محمد، كنا قبل الفاصل بنستعرض ما تم تقديمه من بلاغات بالجمله ضد مجلس اداره النادي الاهلي في ملف تبرعات السيد تركي آل الشيخ للنادي الاهلي، وانت وقفت معانا عند كذا محطه فيهم. الجزء الاولاني كان خاص بمكافئات اللاعبين، ودي كانت مكافئات بشكل مباشر من السيد تركي الشيخ للاعبين، ثم ايضا بالدعم المالي اللي تسلمه العميد محمد مرجان بايصال امانه، وحضرتك توقفت عن تفاصيله. اللجنه اللي اتشكلت للتحقيق في هذا الملف شملت ايه واشتغلت ازاي؟ بداية بس عشان تبقى الناس عارفة ان في مثل هذا النوع من القضايا لابد من وجود لجان متخصصة. اللجنة اللي كلفت بفحص هذا الملف كلفت بفحص اكتر من 30 او 40 بند، يعني خليني اذكر كده عشان تبقى الناس عارفة.
ايه الوقائع اللي تم فحصها؟ ما تحصل عليه النادي الاهلي من دعم مالي او عين، ما تحصل عليه النادي الاهلي وطريقه التحصل عليه نقدا، تحويلات بنكيه ام بصور اخرى، فحص اليه اثبات النادي الاهلي لتسلمه هذا الدعم وايداعه بحساباته والحسابات البنكيه والبنوك المودعه بها، فحص الضوابط والاجراءات المنظمه التي اتبعها النادي الاهلي، ايضا فحص هذا الدعم عما اذا كان بالعمله المصريه ام بالعمله الاجنبيه، وفي الحاله الثانيه يعني لو الدعم ده بالعمله الاجنبيه بيان نوع العمله دولار ولا ريال مثلا، وصولا لاجمالي قيمه الدعم بالعمله المصريه وفقا لسعر الصرف المعتمد وقت المنح، ايضا فحص هذا الدعم وعما اذا كان هذا الدعم يندرج قيمته اجمالي قيمه الدعم الوارد بالبلاغ من عدمه، يعني بيقول شوفوا الرقم ده هو الرقم اللي موجود في البلاغ، لان الموجود في البلاغ 260 مليون، يعني بدهم يفحصوا الرقم اللي وصل او دخل حسابات الاهلي هو بالفعل 260 مليون ولا لا. ايضا فحص مدى اعتبار دفع قيمه صفقات اللاعبين المعارين للخارج لخزينه النادي، ده اللجنه يعني النيابه هنا بتقول اللجنه افحصوا ده وشوفوا ده يعتبر دعم مالي ولا مستحقات ام اعتبارها دعم مالي للنادي المعار، يعني فيما يخص مثلا البند دوت هنا النيابه بتقول للجنه الفحص شوفوا هذه الارقام هي دعم للنادي الاهلي ولا هي دعم للنادي السعودي المنتقل اليه. ايضا بيان قيمه صفقات اعاره اللاعبين التي تحملها تركي الشيخ واسماء اللاعبين المعارين والانديه المعار اليها وصولا لبيان ما اذا كانت ادرجت قيمه هذه الصفقات ضمن مبلغ الدعم الوارد بالبلاغ من عدمه، ايضا فحص واقعه مكافئات الفوز بالدوري، وفي الواقعه ديت مثلا النيابه طلبت عده بنود، فحص الضوابط والاجراءات المنظمه لاستلام المكافاه، فحص اوجه صرف هذه المكافاه وطريقه توزيعها وتحديد فئات واشخاص المستفيدين بها والمبلغ الممنوح لكل فئه او مستفيد على حده. تمام. ايضا فحص عما اذا كان للسلطه المختصه يعني اللي بيوزع سلطه تقديريه في المنح، طبعا الاهلي في لوائح او المنع او حرمان اي شخص من الاستفاده من مكافاه الفوز بالدوري وتحديد نسب وقيم توزيعها، ايضا فحص ما اذا كانت مكافاه الفوز بالدوري قد منحت بالعمله المصريه ام بالعمله الاجنبيه، وفي الحاله الثانيه بيان نوع العمله وصولا لاجمالي قيمتها بالعمله المصريه وفقا لسعر الصرف المعتمد وقت المنح، مع بيان عما اذا كانت تندرج تحت اجمالي مبلغ الدعم الوارد بالبلاغ من عدمه، ايضا طلبت النيابة العامة فحص كيفية تسلم النادي الأهلي مكافأة الفوز بالدوري وشخص المستلم وتاريخ التسليم وعما إذا كانت سلمت نقدا أو بصورة أخرى. تمام. طلبت أيضا النيابة من اللجنة فحص عما إذا كانت هذه المكافأة أدرجت بدفاتر وأوراق النادي وأودعت بحسابات النادي وسند ذلك وعما اتبع من إجراءات والضوابط المنظمة لذلك من عدمه، ومن هم الفئات المستفيدة وأشخاص المستفيدين وقيمة ما تم تخصيصه لكل مستفيد وعما إذا كان تحصل عليه من عدمه، يعني بيقول له شوف لي مين اللي استفادوا واللي استفادوا دول أخذ ولا لا ولا ما خدش، وإذا اقترن هذا بما يفيد التسليم، يعني بيقول لهم افحصوا وشوفوا وهاتوا ما يفيد التسليم، يعني الناس كل واحد استلم المفروض ان هو بيوقع بالايصالات. ايوه. ايضا في واقعه مهمه جدا النيابه طلبتها، لان بناء على البلاغ نشار تركي الشيخ في بلاغ محاميه قال ان في بعض اللاعبين حرموا من هذه المكافاه، فالنيابه العامه طلبت فحص عما اذا كان
اللاعبين وليد أزارو وعلي معلول وأحمد فتحي تحديدا وعبد الله السعيد قد حرموا من هذه المكافأة من عدمه، ومدى خضوع تقدير ذلك للسلطة التقديرية، السلطة المختصة اللي هي مدير الكورة. فحص مدى صحة ما ورد بالبلاغ بشأن تسليم عمال النادي لجزء بسيط من المكافأة. البلاغ فيه ان عمال النادي قالوا ان احنا ما خدناش غير جزء بسيط من المكافأة، النيابة طلبت فحص هذه المسألة. ايضا فحص تاريخ منح تركي الشيخ لساعات ماركة رولكس لبعض اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي، ودي هنجيلها بالتفصيل. ايضا فحص طبيعة وعدد الساعات ونوعها وماركاتها وصفاتها وبيان عما اذا كان لكل منها رقم كودي او تعريفي او مسلسل يميزها عن غيرها، وقيمة كل ساعة بالعملة المصرية وصولا لاجمالي قيمة الساعات بالعملة المصرية، وعما اذا كانت قيمتهم تندرج تحت قيمة الدعم الوارد بالبلاغ من عدمه. ايضا فحص وقعة الساعات عما اذا كانت سلمت لبعض اعضاء مجلس الادارة بصفتهم اعضاء بمجلس ادارة النادي الاهلي او بصفة شخصية والغاية من المنح. ايضا فحص، ودي مهمة جدا، مدى اثبات هذه الساعات بدفاتر ومستندات النادي وإيداعها بالخزائن من عدمه. يعني النيابة طلبت تشوف وتطلع عما إذا كانت هذه الساعات تم إيداعها بخزائن النادي من عدمه وموجودة ولا لا، وسند ذلك، يعني في دي مسألة دفترية. وعما إذا كان هذه الساعات تعد من أموال النادي من عدمه، والآلية الواجب اتباعها بشأنهم ومدى اتباع ذلك من عدمه. أيضا بيان عما إذا كانت هناك مخالفات بشأن الدعم المالي والعيني، يعني لو في مخالفات النيابة بتقول طبيعتها، المسؤول عنها سند مسؤوليته، عما إذا كانت اتبعت الإجراءات والضوابط المنظمة من عدمه، وعما إذا كان هناك ضرر بالمال العام أو إضرار بالمال العام أو تربيح للغير بمنفعة أو الإضرار بمصالح النادي أو الغير، وعما إذا كان هذا الكلام ارتبط بارتكاب تزوير في محررات، وبيان ماهية وطبيعتها وشخص القائم بالتزوير وكيفية التزوير إن وجد. يعني النيابة بتقول للجنة الخماسية كل هذه الأمور تفحص وشوفوا في حاجة غير صحيحة أو غير سليمة وطبيعتها وتفاصيلها ومن القائم بارتكابها. أيضا من بين التكليفات الذي أمرت نيابة الأموال العامة العليا هذه اللجنة عما إذا كان الحسابات الدولارية أو المبالغ هناك تحويل بالعملة الأجنبية، عما إذا كان هذه التحويلات تمت من الجهاز المصرفي ولا خارج، يعني في مخالفة بشأن مسألة العملة ولا انت تجرت في العملة ولا لا. بالظبط بالمعنى بالظبط كده. خلينا الأول نفكر يا أستاذ محمد الجهات الخمسة، اللجنة الخماسية، لأنه اللجنة الخماسية هتروح اتحاد الكورة، فخلينا في اللجنة الخماسية اللي تم تشكيلها من الجهات اللي هي اللجنة دي كلها. هذه اللجنة خبراء وزارة العدل. في خبراء وزارة العدل في قسم اسمه خبراء الكسب غير المشروع، دول يعتبروا يعني بالبلدي كده زي الناس بيقول دول الكريمة بتاعة الخبراء. من حيث الفنيات، من حيث سرعة إنجاز العمل، من حيث الكفاءة، من حيث التخصص، لأن اللجنة الخماسية دي على فكرة معظم قضايا الرأي العام الكبيرة في مصر في مدى مثلا آخر 10 سنوات بتشتغلها اللجنة دي. لا ممكن بيتغير واحد يضاف إليها واحد، لكن المضمون المجموعة هو ده التكوين بتاعها على أعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة والدقة وكل التفاصيل. دي لجنة خماسية رفيعة المستوى نظرا لأهمية هذه القضية. هذه القضية دي قضية رأي عام، النيابة بذلت فيها جهد كبير على أعلى مستوى من المهنية ومن الحرفية بشكل غير عادي. كل جزئية بسيطة في هذه القضية تم فحصها
وبدقة شديدة جدا حتى الوصول للنهاية. جزء من اللي انت حضرتك انتهيت اليه انه من ضمن ما اطمأنت اليه هذه اللجنة بشكل واضح وصريح انه حتى المبالغ اللي تم دخولها النادي كتبرع تم تحويل الاموال النقد الاجنبي في المصرف الحكومي في البنك. بص يا استاذ ابراهيم عشان برضو ايه تبقى الناس واضحه، النادي الاهلي عنده حساب دولاري، فالفلوس اللي احنا خدناها دولار دخلت حسابات النادي الاهلي بالدولار، تمام، وظلت بالدولار لم يتم تغييرها، تمام. الرقم اللي احنا ممكن احتاجنا الاداره الماليه اوصف بتغييره هو الريال السعودي مثلا، لان انت ما بتحتاجوش، فتم تحويله في البنك الدولاري. النادي الاهلي بيحتاجه في المدربين وفي التزامات، بيسدد التزامات بالدولار، تمام. فالمبالغ اللي بالدولار دخلت حسابات النادي بالدولار، تمام. اللجنه تتبعتها في كل الدفاتر حتى امتزجت باموال النادي، يعني امتزجت باموال النادي بصوره لا يمكن فصلها، يعني فلوس التبرعات خلاص اصبحت جزء من مال النادي. ده فيما يخص الدولار. مساله تغيير عملات اجنبيه لعملات مصريه ده ممكن تم بصوره دقيقه منظمه بسعر الصرف السائد داخل البنك الجهاز المصرفي بكل دقه فيما يخص مكافئات الموظفين والعمال، لان الرقم بتاع مكافاه الدوري 1,830,000 دولار. اللعيبه خدوا مكافئاتهم بالدولار، بقيه الموظفين والعمال تم تغيير من البنك في ذات اليوم داخل النادي وتم صرف مستحقاتهم بالجنيه المصري. وهذا المبلغ بالكامل كان من المستشار تركي للاعبين بشكل مباشر. اللاعبين وجه بصرف مكافآت للموظفين وللجهاد الإداري، وتم وضع جدول وبشوف كل هذه الأمور النيابة العامة طلعت عليها. يضاف إليها ما منحه المستشار تركي الشيخ للكابتن عبد الله السعيد والكابتن أحمد فتحي على نحو شخصي مباشر. يعني دي مسألة اتحول من حسابه أو حد أحد من الشغالين معاه لعبد الله ولأحمد فتحي. كام النادي الأهلي برضه ملوش علاقة بالمسألة دي. واللجنة تأكدت من ده. أيا من هما لم يقل للنادي الأهلي هو خد كام. أيوة. إنما المستشار تركي آل شيخ كان رئيس شرف للنادي في هذا الوقت، وهو عايز اللاعب ده يستمر في النادي الأهلي أو عايز يجيب ده النادي الأهلي، فده تحويل شخصي لم يدخل حسابات النادي الأهلي. بشكل قاطع. نعم. واطمأنت اللجنة الخماسية رفعة المستوى إلى هذه الإجراءات بشكل كامل. طيب، ما يخص مستحقات الأهلي، لأنه فيه لغط حوالين أنه المستحق للأهلي من إعارة لاعبين من النادي الأهلي لأندية السعودية دفع الفلوس المستشار تركي آل الشيخ، وهي قيمة انتقال هؤلاء اللاعبين على سبيل الإعارة لأندية السعودية. ده ما يعتبرش تبرع، لكنه هفكر حضرتك من واقع أوراقك أنت، أنا ما خدتش حاجة منك، لكنه من واقع الأوراق اللعيبه اللي انتقلت لانديه سعوديه على سبيل الاعاره والقيم الماليه اللي انتقلوا بيها، علشان الناس تبقى واضحه عندها هذه المساله، انه ده كان نظير انتقالات لاعبين كبار من النادي الاهلي لانديه سعوديه، تكفل المستشار تركي آل الشيخ بسداد هذه القيم المستحقه للنادي، فهي ليست تبرعات ولكن كما ورد في التقرير هي مستحقات ماليه مباشره للنادي الاهلي. انتقل على سبيل المثال صالح جمعه إلى الفيصل السعودي، أو في البداية حسين السيد راح الاتفاق السعودي موسم ونص ب 800,000 دولار، كان بتاريخ 30/1/2018. صالح جمعة انتقل للفيصل السعودي موسم ونص 850,000 دولار بتاريخ 31/1. عمرو بركات انتقل للشباب السعودي موسم ونص ب 850,000 دولار. مؤمن زكريا انتقل للأهلي السعودي نصف موسم ب 400,000 دولار. عماد متعب انتقل للتعاون السعودي نصف موسم ب 300,000 دولار. إذن هذه القيم المستحقة بهذا أو على هذا النحو كان نظير انتقال هؤلاء اللاعبين بما قدرت قيمته ب 3,200,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى 2,000,000 ريال سعودي. دي مستحقات مش تبرعات. قبل ما نقول مستحقات، أي لاعب من دول عشان يتم إعارته لنادي اخر خارجي بيبقى في عقد. ايوه. ولا مفيش عقد؟ طبعا. اذا انا عندي عقود لهؤلاء اللعيبه اللاعبين اللي حضرتك ذكرتهم، وكل عقد من هذه العقود موقع عليه النادي الاهلي والنادي
السعودي. إذن النادي الأهلي له مستحقات مقابل إعارة هؤلاء اللاعبين قبل النادي السعودي المعار إليه. أيوة. من ضمن هذه التفاصيل أن السيد المستشار تركي آل الشيخ سدد للنادي الأهلي مستحقاته لدى الأندية السعودية. هو اعتبرها أنها إهداء. وهو وقتها اعتبر رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية. لكن الأهلي له مستحقات. آه. فإذا هذه المبالغ لها مقابل إعارات اللاعبين لما اللي مستحقة للأهلي. أيوة. لا تعد من قبيل التبرعات. هي دخلت حسابات الأهلي من قبل المستشار كويس، لأن حتى لو العميد محمد مرجان خدهم فوداهم البنك فهو هذا الرقم لا يعد كله دعم. هنخصم هذه الأرقام أو المبالغ مقابل إعارات اللاعبين اللي انتقلوا الأندية السعودية وتقدر تقول إن الباقي يبقى دعم. فبالتالي هو سدد هذه الأرقام للنادي الأهلي نيابة عن الأندية السعودية أو دعما من سيادته للأندية السعودية. طيب، جزء من مناطق اللغط برضو في الملف ده، ما هو مستحق للأهلي نظير مشاركته في مباراة أتلتيكو مدريد الأسباني، ودي كانت مباراة مصر والسعودية معا ضد الإرهاب، ثم مباراة الأهلي في تكريم فؤاد أنور اللاعب السعودي الكبير، دي كانت مستحقات وفقا للائحة ولا تبرعات؟ لا، لائحة النادي الأهلي بتحدد في المشاركة الخارجية إن الفريق برقم كذا، في المشاركة الداخلية قيمة هذه المشاركة رقم كذا، هذه الأرقام والمبالغ ثابتة، وبالتالي الأهلي له مستحقات في هاتين المباريتين. يبقى أما أجي أقول الأهلي دي تبرعات ولا دي مستحقات، لا، مقابل إقامة هاتين المباريتين يعتبروا من مستحقات الأهلي. يبقى احنا ما نيجي نخصم من هذا الرقم أو قيمة هذه إيه اللي تبرعات وإيه اللي مستحقات، دي تعتبر المباراتين مقابل المباريات، مستحقات الأهلي مقابل إعارات اللاعبين، مستحقات الأهلي طبقا لما انتهى إليه الفحص المبلغ الذي دخل خزائن النادي الأهلي تقريبا 100,300,000 جنيه مصري. مستحقات الأهلي في هذا المبلغ قيمة المباريات وإعارات اللاعبين تقريبا يقارب أو يقترب من هذا 30,000,000 جنيه مصري. إذن مبلغ الدعم أو التبرع اللي دخل خزائن النادي الأهلي هو حوالي 70,000,000، يبقى زيادة شوية تحت شوية بحسب تقرير اللجنة اللي موجود معنا. والأهلي ملزم بسداد أو إرجاع هذه الأموال، وهاجي لك للآلية. لا، ثانية واحدة، أنا عايز بس أوضح، الأهلي غير ملزم. غير ملزم، ليس هناك ما يلزم النادي الأهلي قانونا برد هذه الأموال. النادي الأهلي هذه الأموال دخلت لخزينته من رئيسه الشرفي كدعم للنادي في وقت سابق، وبالتالي هي امتزجت بأموال النادي وبتظهر في القوائم المالية للنادي وبتعرض على الجمعية العمومية للنادي. إنما النادي الأهلي مجلسه بادر باقتراح رد ما تبرع به السيد تركي آل الشيخ للنادي الأهلي، وتقديرا لقيمة ومكانة هذا المجلس وحفاظا على ثوابت وتمسكا بعلاقة وطيدة بتربطنا بالمملكة العربية السعودية. وعشان نقفل هذا الملف، واللي أنا عايز أقول لحضرتك أن مبلغ 70,000,000 لا يؤثر في اقتصاد الأهلي ولا تهتز ميزانية الأهلي، اقتصاد الأهلي ثابت، هذا المبلغ لا يؤثر إطلاقا في ميزانية الأهلي. طيب، أمر الثاني، جزء من هذه الأموال بعد إذن حضرتك كان ما يتعلق ب 2,000,000 دولار دخلوا حساب مجلة النادي الأهلي. نعم. وقدم بلاغ فيها بهذا أو بهذه القيمة. القصة إيه بالضبط؟ أولا عشان برضو أوضح لحضرتك ولكل المشاهدين، حساب مجلة الأهلي هو حساب مراقب بيظهر في القوائم المالية للنادي وبيعرض أحد الحسابات البنكية العمومية. وإن النيابة العامة اطلعت على هذا الرقم وظهر في حساب المجلة، ثم بعد شهرين أو ثلاثة عاد إلى حسابات النادي وتتبعته اللجنة في كل الدفاتر ودورته المالية والمحاسبية حتى اختلط وامتزج بأموال النادي بصورة يصعب فصلها.
ففكرة ان المبلغ ده تم تحويله للمجلة، احنا في وقت ما كان عندنا مشكلة مع شركة ميسك وكانت استصدرت حكم بالتعويض ضد النادي الاهلي. احنا عندنا كل عدد من حسابات النادي في العديد من البنوك، تحسبا انه يتم الحجز على الارصدة في هذا الوقت واحنا عندنا التزامات وعندنا رواتب، فكان اقتراح انها تحول على حساب المجلة. احنا في هذه القضية قدمت شهادات رسمية ان بداية تأسيس هذه المجلة 74 مارس 74. ايوه على فكرة البلاغ بتاع المجلة ده انت متقدم فيك 3 بلاغات داخل انا في الموضوع طبعا، اسمك مكتوب. طيب قول لي يعني اكملها لحضرتك. النيابة طلبت تعرف طبيعة هذا الحساب. احنا جبنا قدمنا شهادة من مجلس اعلى للصحافة اما كانت المجلة تصدر بتصريح من مجلس اعلى الصحافة قبل الهيئة الوطنية للاعلام، يعني انها وحسابها في البنك رسمي معتمد مراقب بيظهر في قوائم النادي المالية وبيعرض على الجمعية العمومية، وبالتالي حساب مجلة النادي الاهلي هو احد الحسابات الفرعية البنكية المراقبة المعتمدة للنادي الاهلي، فهو يعتبر هو حساب فرعي من حسابات النادي الاهلي تحت الرقابة. والنيابة العامة نيابة الأموال العامة العليا بتحقيقاتها تأكدت من هذه التفاصيل. في ملاحظة برضو يهمني أن أنا أستوضح من حضرتك فيها، الواقعة الواحدة فيها بلاغات كتيرة جدا، يعني أنت بتذكرني في واقعة المجلة عدة بلاغات قدمت. نعم. رغم أن هي القيمة واحدة أو الأصل أو المشكلة واحدة، حسابات أيضا أو البلاغات الخاصة بالأموال الأخرى في التبرعات عن ذات الواقع بتاعت العميد محمد مرجان تقريبا 60 بلاغ من رئيس نادي الزمالك. بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ممكن الواقعه الواحده انا اكتبها، المفروض ان انا بحكي الحكايه كلها وبحط الاشخاص اللي انا بدعي عليهم او بتهمهم في بلاغ. تمام. واحيانا بتبقى البلاغات دي لزوم الشو او ان انا ارفع سوري يعني بلغه المحامين برفع الفيزيتا شويه فبكتر في الورق. ترفع يعني الفيزيتا. انا برفع لحضرتك مثلا لعدد من الأشخاص قضية، ممكن أعمل القضية دي في ورقة واحدة وممكن أعملها 10 ورقات. اللي اتبع هنا من قبل البعض هو تعدد الأوراق ومحاولة إسحامها، إنها في النهاية بتأدي لمعنى واحد. وأيضا البلاغات اللي اتقدمت مؤخرا إن هم تحديدا 60 بلاغ النيابة أرفقتهم، لأني كانت النيابة قطعت شوط مش مستنية حد يبلغ، بمجرد ما المجني عليه تقدم ببلاغ وثم أستاذ سمير صبري ثم بلغت من آخرين، النيابة بشرت التحقيق وبدأت التحقيق، ما كانتش مستنية حد تاني لأن الواقعة واضحة والمستندات اللي قدمها وكيل الشاكي واضحة وهي ذات الأوراق والمستندات اللي قدمت في بعد. لكن البلاغات اللي قدمت فيما بعد اللي هم 60 بلاغ هو تم اتخاذهم وسيلة للتستر خلف هذه البلاغات للتشهير والإساءة. بمعنى انا ممكن اقدم البلاغ، يعني في ناس كتيره جدا قالت القضيه ديت ازاي صدر امر بقاله وجه كده احنا ما سمعناش عنها حاجه، لان احنا بنحترم الجهات القضائيه. طول ما انا عندي تحقيق او انا عندي قضيه منظوره امام القضاء انا ما اقدرش اتكلم فيها لان ده جريمه، لان انا ممكن تاثر خاصه قضيه راي عام ومرتبطه بالنادي الاكثر شعبيه وجماهيريه في الوطن العربي وفي مصر، فانا ممكن لما اصدر للناس وجهة نظر معينة يبقى أنا بصادر على جهات التحقيق، ودي تعتبر جريمة التأثير على القضاء. فبالتالي أثناء نظر هذه التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة إحنا في سرية كاملة، لم نفصح عن شيء ولم يتسرب أي خبر للصحف ولا للإعلام عشان ما نفسدش تحقيقات النيابة. حتى انتهت التحقيقات لم يخرج أي خبر. دي مدرسة. وفي مدرسة تانية ان انا ما احب اشهر بيك اقدم اي ورقة زي اللي بكل يوم بيقدم ايه بلاغ على الفاضي وعلى المليان، بس هو بياخد البلاغ ينشره سواء اللي كان موجود فيه صدق او كذب. طيب دي بقى النقطة القانونية اللي يهمني ان انا استوضحها من حضرتك. انا دلوقتي لما يتقدم فيها بلاغ في جهات تحقيق رسمية بتنظر هذا البلاغ مش كده؟ نعم. وبتحقق فيه، هل مقدم هذا البلاغ من حقه تداول مضمون البلاغ اعلاميا على نحو كبير جدا
انت بتتكلمني على انه ده ممكن ياثر على مجريات التحقيق. نعم. لا ده هو بياثر على تشكيل الراي العام. شوف هو نشر البلاغ طالما ما فيهوش ما يخالف الاداب العامه او في نوع من التجاوز اوكي نشر بلاغ ده بالنسبه للصحفي وحضرتك كصحفي كبير وعارف هو امر مقبول في اطار انك انت بتبصر او بتخبر الراي العام. ففي فرق ان انا اعلم الناس ان انا قدمت بلاغ وفي فرق ان انا كل يوم استخدمه اداري استخدمه في ان انا اشهر بالناس وما حد يكلمني لا اصلا مقدم بلاغ. فدي مساله وكانه تقديم البلاغ في حد ذاته ادانه. فبالتالي تعدد البلاغات عن ذات الواقعه وتنويع الاشخاص اللي هو المفروض يتقدم في ورقه واحده فانه يتقدم في 60 70 ورقه لا طبعا بيبقى لها اغراض واهداف اخرى في نفس هذا المبلغ. طيب انا كمواطن اتقدم فيها بلاغات للراي العام ماليش حق في حماية قانونية؟ يعني بعد كده يثبت انه لا ثمة لإقامة الدعوة. بص نشر مضمون البلاغ دي مسألة ما فيهاش عقوبة انما اتخاذه ستار للتشهير ودي مسألة بقى برضو في خيط بسيط جدا اما تبقى المسألة منظورة امام محكمة يقدر يستطيع القاضي او قاضي الموضوع ان يستخلص انت قصدك ايه؟ قصدك ان الناس تعلم ولا قصدك ان انت تتخذ وسيله للتشهير والاساءه؟ مفيش نقطه تقدر تحمل المقدم ضد البلاغ يعني في حال الحفظ طبعا لا في حاله الحفظ انت تقدر يمكن الرجوع عليه طبعا في حاله تعرضك لاضرار يجوز انك انت ترجع وتطالب من تسبب في هذه الاضرار وتقدر ترجع على كل شخص كان سيء القصد وتقدر ترجع عن اي شيء كان كاذب في هذا البلاغ تم تناولك فيه او الاساءه ليك بصوره سيئه او تم التشهير بيك يجوز طبعا تعويضك عن هذه الاضرار. اذا يمكن ان ترتد الامور حاليا. نعم. بعد ما حصل النادي الاهلي على شهاده حضرتك هتقولها بشكل مهم جدا من النيابه العامه بشان اجراءات التحقيقات في هذا الملف يمكن ان يعود النادي الاهلي ومسؤولوه على كل من تقول وشهر. طبعا يجوز كل من اصابني بضرر من جراء ادعاءات غير صحيحه وكاذبه ان انا ارجع عليه بالتعويض. طيب واحده من النقاط المهمه في هذا الملف الساعات. رجع الساعات يا خطيب. وكانت دايما وابدا دي الجمله اللي بتسمعوها باستمرار في هذا الملف، كل لحظه رجع الساعات، رجع الساعات. واعتقد لجنه التحقيقات اللي اشتغلت في الخمس ايام اطلعت. نعم. على هذا الموقف تفاصيله ايه؟ بص تقدير موضوع الساعات ده واثارته وتناوله بهذا بهذه الصوره هو شيء سخيف. شيء سخيف. خلينا نبدا القصه دي من الاول. هي الساعات دي قصتها ايه وجت ازاي؟ هو في حد طلب من حضرتك ساعه؟ لا. طب كل اعضاء مجلس الاداره خدوا ساعه؟ لا. طب الساعات دي فين؟ في رحلتين الكابتن محمود الخطيب، السيد العمري، السيد خالد مرتجي والسيد خالد درندلي. ايوه. رحله منهم كانت لمقابله مستثمرين في الامارات عشان مشروع الاستاد والمدينه الرياضيه. والرحله الثانيه كانت فؤاد انور. في هاتين الرحلتين قدم للاربع شخصيات دول ساعة هدية. نرجع لمسألة الساعة الهدية. اولا دي مسألة في الخليج او بشكل عام سلوك عادي ان انا بمنح ضيفي هدية ما تعيبش الضيف. انما تعيب الشخص اللي عاير هذا الضيف او تناول هذا الضيف او حاول تصويرها بصورة سيئة. وفي كل الاحوال او يعني ان انا بعد ما اديك هديه اقول ان انا منيت عليك دي مساله يعني مش يعني ما تعيبش اللي قابلها لانك انت ايضا عيب انها تقدم لك هذه الهديه وانت مسؤول مصري من مسؤول سعودي فكبروتوكول امر عادي وامر طبيعي لكن هو انا تلقيت هذه الهديه القانون هنا بيقول ايه ولائحه النادي الاهلي بتقول ايه؟ بتقول ان اي هديه تلقاها مسؤول في النادي تجاوز قيمتها ال 500 جنيه وجب ردها لخزينه النادي. طيب حضرتك ايه اللي حصل؟
بمجرد عودة أعضاء مجلس الإدارة الأربعة تم تسليم هذه الساعات وإيداعها في خزينة النادي. طب الكلام ده دليله إيه؟ دليله أن مكتب المحاسبة وهو بيراجع دفاتر المخازن وخزائن النادي، هذه اللجنة قايلة الكلام ده، هذه الساعات ظهرت في الجرد الدوري للنادي وتفاصيلها موجودة. ولما دخلت خزينة النادي وتم تسليمها للنادي فور عودتهم من هذه الرحلة، أصبحت هذه الساعات جزء ممتلكات النادي وبتظهر في كل جرد سنوي كأصول مملوكة للنادي. اللجنة اللي فحصتها طلعت عليها، صورتها بأرقامها بتفاصيلها، وثقتها وعرضت هذا التقرير على نيابة الأموال العامة العليا، اللي في النهاية ارتأت أنه لا يوجد شبهة مخالفة في تلقي هذه الساعات أو توريدها أو إيداعها في خزائن النادي، ومن ثم صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في هذا الأمر. أستاذ محمد، عارف أنا بقول لك ليه الساعات بيانها مهم جدا؟ ده غير إن هي قضية البعض استخدمها كتير لمحاولة الإساءة إلى مجلس إدارة النادي، إنما دي بحد ذاتها بتفكرني بواقعة تاريخية. كان زمان الكابتن صالح سليم الله يرحمه في إحدى زياراته للمملكة العربية السعودية أهدي سيف، فجاب السيف حطه في النادي، لازال السيف موجود في النادي، بس مع كل انتخابات كان أحد المحامين الكبار الأستاذ نبيل لؤى بيباو عضو النادي، في كل انتخابات لازم يثير قضية صالح سليم والسيف. ففاكر أنا الكابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمه في المجلة قال لي احنا لازم نصور السيف، وبقت صورة ثابتة مع كل انتخابات، يروح الكابتن نعمان نشر السيف، هذا هو السيف يا أخ لؤى، علشان الناس تبقى شاهدة وعارفة، لأنه الجمهور بيسمع كلام، مش كل الجمهور هيجي النادي ومش كل الأعضاء اللي بيجوا النادي عارفين المخازن فيها إيه. فقضية الساعات وإنت بتقدم هذه الشهادة للتاريخ، يهمني إن أنت تفتح الخزنة وتقول لنا إيه موضوع الساعات. طيب، أولاً الساعات لما نرجع لسؤال وكيل الشاكي في تحقيقات النيابة العامة، هو لم يجزم بعدد معين. النيابة شوف بقى مدى دقتها في إطار تعقبها لهذا الأمر. أستاذ سمير صبري أحد محامي وصديقي العزيز قدم بلاغ أرفق بيه سيديهاية السيديهاية لأحد الإعلاميين وهو ماسك ورقتين وبيقدم برنامج يقول الساعات اهي، بيانات الساعات اهي، فالنيابه اعتقدت ان ده كشف بالساعات. هو طبعا الاستاذ عبد الناصر زيدان. نيابه الاموال العامه استدعت في هذه القضيه الاستاذ عبد الناصر زيدان وسالته، قالت له انت الكشف اللي في ايدك ده هو ده كشف بيان الساعات وعددها؟ قال له لا يا فندم، ده انا الشباب في الاعداد كانوا جايبين لي مواصفات الساعه الرولكس من على النت، فانا بتكلم من هذا المنطلق. قال له طيب انت ما تقدرش تعرف ايه عدد الساعات او مين اللي خد عددها قد ايه او مين اللي تلقاها، وهل العدد اللي موجود في النادي الاهلي دوت هو العدد الحقيقي ولا في حد تاني خد وما ظهرش او اخفى؟ قال له يا فندم انا ما عنديش تفاصيل. انا الواقعه دي بحكيها لحضرتك ليه؟ عشان اوريك والمشاهد يبقى عارف مدى الدقه التي اتسمت بيها تحقيقات نيابه الاموال العامه العليا في هذه القضيه. في شان هذه الساعات انتهى الامر ان تم ايداعها، موجوده في مخازن النادي، لجنه الفحص صورتها ونظرتها ووصفتها، هم عباره عن 9 ساعات، واحده منهم ريتشارد ميل دي كانت للكابتن محمود الخطيب، ثم 8 اخرين، يعني عدد الساعات اللي موجودين كلهم وتم ايداعهم في مخازن النادي هم 9 ساعات. اللجنة بقى في النهاية حضرتك والنيابة انتهت لإيه؟ قالت عموما فإنه مثبت بدفاتر النادي عدد 9 ساعات ولكن بدون قيمة، لأن مالها السعر صحيح، وهذه الساعات محتفظ بها بخزائن النادي طرف مديرة إدارة المخازن وتعد عهدة شخصية عليها، كما خد بالك بقى من دي، كما انها تعد من اموال النادي وتظهر في الجرد الدوري للمخازن. مفيش كلام تاني، قضي الامر.
خلصت. هدية الناس تلقتها جت أودعتها، فحص وتدقيق بدقة شديدة في هذا الأمر، النيابة انتهت إلى سلامة كل الإجراءات فيما يخص هذه الساعات. اتخذ موضوع الساعات ده بقى بالترويج بيه بصورة مسيئة، ده اللي أنا قلته بقى، أن أنت ممكن تقدم شكوى أو بلاغ وتقصد بيها إظهار الحقيقة، وممكن تتناول الموضوع بسوء قصد وتصدره للرأي العام بشكل سيء للتشهير بآخرين. في هذا الموضوع مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه القضية برئاسة الكابتن محمود الخطيب طبعا وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، تحملوا ما هو فوق طاقة البشر من تشكيك في الذمة المالية لإساءات لسباب لتناول لتعريض بالسمعة للتشكيك في الاستيلاء على الأموال لاتهامهم بالرشوة لاتهامهم بأمور كثيرة جدا، إلا أنهم جميعا لم يخرجوا عن وقارهم والتزموا الصمت وانتظروا كلمة النائب العام في هذه القضية. استمرت التحقيقات دي قد إيه يا أستاذ محمد؟ التحقيقات في هذه القضية بدأت وقائعها في شهر 6/2018 والنيابة قرارها صدر في مارس 2020، يعني بنتكلم في 22 شهر تقريبا أو 21 شهر. أستاذ محمد يعني حوالي 22 شهر من التحقيقات، تحقيقات مستمرة، حضرتك الممثل القانوني للأهلي بتدافع وبتوضح وبتقدم كل أوراقك، لجان التحقيق المختلفة عمال تجمع بيانات تقارير فحص سماع لأقوال شهود مراجعة الخزنة، ومع هذا الرجم الإعلامي العنيف جدا ضد الأهلي مستمر، محاولة التأثير على الرأي العام مستمرة، محاولة التشكيك في ذمة ناس شرفاء بشهادات من النيابة العامة والجهات الرقابية المختصة العليا. المواطن العادي اللي بيتفرج، أنا أخدت إيه بعد كل حملات التشهير وفي النهاية النيابة بتبرأني، حقي فين؟ شوف يا أستاذ إبراهيم، أولاً دي جزء من ضريبة العمل العام في مناخ الظروف فيه صعبة أو الظروف فيه ممكن تبقى في بعض الأحوال سيئة جداً. أنا قلت وبقول إن مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تعرض لضغوط وإساءات ومر بظروف صعبة جدا 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 لم يمر بها أي مجلس آخر في تاريخ النادي الأهلي. أنت تشعر أن هناك حملات ممنهجة لتحطيم هذا الكيان، للإساءة لرموزه، للإساءة لأشخاصه، محاولة العبث به، محاولة شق الصفوف، محاولة اختراقه، إلى أن هذا المجلس يحسب له أن كل قراراته بالإجماع. معنى الكلام دوت إيه؟ أن الكابتن محمود الخطيب وهو رمز رياضي وقيمة أخلاقية هو عنده القدرة على الاحتواء، خاصة أن القرار في الأهلي بيصدر بصورة ديمقراطية، أن ممكن أصغر عضو في الثلاثة الشباب صوته يرجح القرار يروح في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه. فده أمر يحسب للكابتن محمود الخطيب ولهذا المجلس، أن المجلس متماسك وسيظل وبقوة متماسك، والكل يعلم أن ما يدبر للأهلي أن كل الأزمات اللي بتفتعل هي أزمات بيتم تصديرها للنادي الأهلي بصورة بقى أو بأخرى، بعضها حملات مدفوعة وبعضها حملات مقصودة وبعضها إعلامي وبعضها كله إساءة. يعني القضية اللي احنا بنتكلم فيها ديت النهاردة اللي خليه بعد إذن حضرتك أقرأ لك ثلاث سطور في هذه القضية، صادرين عن جهة رقابية محترمة لها تقدير واحترام وهي الأمينة على المال العام، الرقابة الإدارية. الرقابة الإدارية في هذه القضية ماذا قالت؟ أيوة. قالت إن التحريات توصلت إلى أن كل هذه المبالغ دخلت حسابات خزينة النادي الأهلي. الرقابة الإدارية أيضا قالت أن هذه التبرعات لم يستولي عليها أحد أو يختلسها، وأن الأوراق خلت من شبهة جرائم العدوان على المال العام، وأن جميع هذه المبالغ دخلت خزائن النادي الأهلي وحساباته وأنفقت في أوجه نشاط النادي الأهلي وظهرت في القوائم المالية ووافقت عليها الجمعية العمومية. أنا ده يعني بإيجاز شديد ملخص لتحريات الرقابة الإدارية والسيد المحترم عضو الرقابة الذي أدلى بدلوه في هذه القضية ليسدل الستار
على افتراءات وشائعات وأكاذيب تحلى مجلس إدارة النادي الأهلي بثوابته القديمة. ثوابته القديمة إيه؟ إن النادي الأهلي في الإدارة ده مدرسة كلاسيكية. في فرق بين التمهل والتروي ثم اتخاذ القرار، وفي فرق بين التسرع والرعونة. ودي المدرسة اللي النادي الأهلي فيها بيدي وبيرسي مبادئ ودروس في كيفية وطريقة الإدارة، وده التاريخ اللي توارثه المجلس الحالي عن أسلافهم من المجالس السابقة في النادي الأهلي. وبالتالي تمسكوا جميعا، تحملوا الإهانات والإساءات والتشهير بيهم وتعرضهم للغمز واللمز وأمور كثيرة جدا منحطة وسفلة، وتمسكوا بثباتهم. ليه؟ أنا ما بقى متأكد من سلامة مركزي القانوني، أنا بصبر حتى في النهاية تظهر الحقيقة. والحمد لله ظهرت الحقيقة في هذه القضية بكلمة نيابة الأموال العامة العليا بأنه لا أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية واستبعاد كل الشبهات التي ألمت بهذا الموضوع. طيب، إذن مجمل القول من حضرتك، رقم واحد، جهات التحقيق المختصة اشتغلت بكل قوة على مدار حوالي 22 شهر في التحقيق في كل البلاغات اللي قدمت، سواء الرقابة الإدارية، الكسب غير المشروع، الجهاز المركزي للمحاسبات، لجان التفتيش المالي والإداري من وزارة الشباب والرياضة، ونيابة الأموال العامة العليا. ده كده أنا بتكلم صح؟ نعم. ما تم الاستقرار عليه فيما يخص هذه الأموال؟ ما تم تقديمه من مكافآت من السيد تركي آل الشيخ للاعبي النادي الأهلي بعد الفوز بالدوري؟ ثبت أنها مكافآت دفعت للاعبين بشكل مباشر. تم التأكد من أوجه الصرف وإيصالات الاستلام لكل اللاعبين. ما تحصل عليه الكابتن عبد الله السعيد والكابتن أحمد فتحي من السيد تركي آل الشيخ كان بشكل مباشر منه ليهم، والأمر كله لم يتعلق بحسابات النادي الأهلي وميزانيته. ما تعلق ب مقابل إعارة لاعبين من النادي الأهلي إلى أندية بالدوري السعودي، تم دفع هذه المستحقات وهي مستحقات وليست تبرعات. ما تحصل عليه الأهلي أيضا في مباراة أتلتيكو مدريد ومباراة تكريم فؤاد أنور هو وفقا للائحة النادي وليست تبرعات. وأخيرا، ما تم ضخه في حساب مجلة النادي الأهلي 2 مليون دولار من السيد تركي آل الشيخ زي ما حضرتك أكدت وثبت لجهات التحقيق المختصة إن ده رقم حساب بنكي، أحد أرقام حسابات النادي الخاضعة للرقابة، وتم تعقبه إلى أن اختلط ودخل في وعاء أموال النادي. وأخيرا، كان يتعلق الأمر بالهدايا والساعات التي ثبت لجهات التحقيق المختصة وجودها في مخازن النادي. سلامة إجراءاتها. ولم يتبين أيضا من التحقيقات أن عدد هذه الساعات أكثر مما اللي احنا قلناه. يعني جهات التحقيق حاولت تشوف اي حد، طب حد بيقول لي ده اكتر، تعالى يا استاذ عدد الساعات قد ايه، قال له انا مش فاكر انا هرجع. فبالتالي اللي احنا قلنا عليه بالقطع هو الصحيح وهو السليم، ولم توجد في الاوراق، وخلت الاوراق من وجهه نظر حتى مغايره. وفي النهايه قضي الامر الذي فيه تستفتيان، كانت هذه الشهاده. نعم، هذه الشهادة بعد جهد كبير وصبر كبير أظهرت الحقيقة، المسألة بقت واضحة. هذا القرار الصادر من النائب العام في هذه القضية، احنا برضو هتلاقي عند حضرتك كده انه صادر. استاذ حضرتك في قرايتها؟ يا ريت اشوف بفهم في القانون والتاريخ. ولا لا؟ اتفضل. طيب، شهادة صادرة عن مكتب النائب العام نيابة الأموال العامة العليا، شهادة القضية رقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق عليا، عبارة عن شكوى تركي عبد المحسن عبد اللطيف آل الشيخ ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. وبتاريخ 23/3/2020 انتهى التصرف في القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وقيدت برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة. وقد حررت هذه الشهادة بناء على الطلب المقدم من الأستاذ مهاب عثمان المحامي وكيل محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب بالتوكيل رقم 22/16/ لسنة 2019،
توثيق نادي الأهلي بعد سداد الرسوم المقررة بالقسيمة رقم والمؤرخة في 4/24/20 بخزينة محكمة المرج الجزئية وقيدت برقم 49/20/20 شهادات عليا تحريرا في 4/24/20 وكيل الشؤون الجنائية بنيابة الأموال العامة العليا. ده حسم قول نهائي. حسم وقاطع، بالعكس احنا تأخرنا بعض الوقت في إعلان هذه الشهادة لأن برغم كل الضجيج اللي كان حصل يعني في اعتبارات، وأيضا حتى يتحصن القرار ويصبح غير قابل للطعن ولا التظلم منه ولا الطعن عليه بأي صورة من الصور، وبالتالي هذا القرار الصادر من معالي المستشار النائب العام أصبح في له حجية الحكم القضائي لأن أجريت تحقيقات موسعة، وهو القول الفصل في هذا الأمر. تبقى كلمة، أنا أولا بهني الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته لانتهاء التحقيقات في هذه القضية بهذه الصورة، وأيضا الإدارات المختلفة المنضبطة اللي داخل النادي الأهلي. أنا اشتغلت كثير من هذه القضايا، لم أرى انضباط مثل الانضباط والدقة اللي موجود في إدارات الإدارات التحتية في النادي الأهلي على رأسها المالية والقانونية وغيرها، لأن هذه الإدارات هي التي عملها وانضباطها قرارات مجلس الإدارة، لأن كل شيء في هذه القضية متغطى بقرار مجلس الإدارة بيتم الإخطار به في المواعيد، فبالتالي النادي الأهلي مؤسسي بشكل رائع ومحترم، فأنا بهني كل هؤلاء وايضا يعني بقى اصحاب الكلمه العليا جماهير النادي الاهلي لهم ان يفخروا بمجلس ادارتهم وباداره ناديهم، وايضا اصحاب هذا النادي الجمعيه العموميه المحترمه اللي بتشرف ان انا واحد منهم، الجمعيه العموميه النادي الاهلي، ايضا انا بتقدم لهم بالتهنئه لانتهاء هذه القضيه واسدال الستار عليها. اخيرا وانا قلت ان ده كانه حكم قضائي تناوله او التعريض به، من يقوم بالتعريض او تناول او التشكيك في نتائج هذه التحقيقات كانه تعرض لحكم قضائي ويحق عليه العقاب. دي نقطه مهمه جدا، لانه كنت عايز اسال حضرتك، انا اي عضو في الجمعيه العموميه للنادي لما بعد صدور هذه الشهاده بعد كل هذه التحيات الطويله وبعد كل هذا الرجم الاعلامي والتشكيك و و و و بعد هذه الشهاده او هذا القرار، اي عضو في الجمعيه العموميه ينال اي ضرر نتيجه اي تطاول اي تجاوز اي اتهام اي تكرار لمثل هذه الادعاءات؟ الا يحق لحضرتك وليا ولاي عضو في الجمعيه العموميه ان يعود على اي مروج لهذه الاشاعات بعد نفيها؟ بالطبع قانوناً؟ طبعا بعد صدور هذا القرار احنا بنبحث عما اذا كنا من الممكن ان احنا نتخذ اجراءات قانونيه ضد كل من تطاول وشهر واساء بسوء قصد من عدمه، يعني هذه الامور يعني قيد البحث وقريب ان شاء الله. يعني يمكن ان احنا نشوف بلاغات جاده من قبل من مسهم الامر ضد كل من روج واشاع واساء الى المجلس والى النادي بهذه الاقاويل اعتمادا على البلاغات، لانه زي ما حضرتك اشرت في البدايه البلاغات محل تحقيق. كل من تناول هذه وقائع هذه القضيه بسوء قصد احنا حقلنا ان يحق مقاضاته، هذه الامور كلها قيد البحث، لكن بقى مجلس اداره النادي الاهلي هو من يتخذ فيها القرار. الان انت تجردت من علاقة العمل مع النادي الاهلي، لكن اعتقد انه لسه في توكيلات مستمرة، القضايا شغالة مش كده؟ لا، انا في قضايا كلفت بيها بقرار من مجلس الادارة على رأسها سرقة شعار النادي والعلامة التجارية للنادي بمعرفة اخرين، وديت انا اللي مكلف ان انا اتخذ فيها الاجراءات القانونية طبعا ومستمر فيها، وانا علاقتي بالنادي الاهلي ما كنتش نعم مستشار قانوني، النادي الاهلي ده بيتي فيما النادي الاهلي يطلبني انا رهن الاشاره. انت واحد من اعضاء الجمعيه وجماهير الاهلي كلها بتعتز بيك اكيد يا استاذ محمد، ومن ثم اعتقد كلمتك النهائيه للتاريخ مهمه. كلمتي النهائيه مجلس اداره الاهلي تحمل الكثير، جمهور الاهلي وقاعده الاهلي العريضه صمام امن وامان
لهذا كان العريض الكبير. أنا بأهب بهم أن يظلوا ملتفين وداعمين لمجلس الإدارة، لأن مجلس إدارة النادي الأهلي هم أبناء النادي الأهلي، محبين مخلصين متفانيين مقدمين الكثير من التضحيات، منكرين ذاتهم حتى ينهض هذا الكيان ويستمر في تقدم، وأيضا جيل بيسلم جيل، ودي مدارس في الإدارة. بالتوفيق للنادي الأهلي ومجلس إدارته وكل جماهيره، وبشكر حضرتك. صمت النادي الأهلي ومسؤوليه بعد كل هذه الفترة الطويلة تجاه كل هذه الشائعات كان صمتا محمودا ولا تراه الآن منتقدا؟ لا طبعا صمتا محمودا، لأني أما حد يكون بيجرك بتفاهات وكلام تافه لا يستحق الرد عليه، فخلاص الصمت ده أمر طبيعي، خاصة أما تكون حضرتك عندك ثقة بنفسك ومتأكد من سلامة كل إجراءاتك ومن سلامة موقفك القانوني، فبالتالي لا تهتز ولا تعير هذه الأمور أي أهمية، وفي النهاية خلاص الأمور بقت واضحة. بعد هذا الحكم الصمت لم يعد محمودا؟ لا طبعا، يعني أنا كل هذه التفاصيل، وما زال على فكرة في تفاصيل تانية، يعني اطرح الحلقة دي حضرتك النهاردة عندك مفاجآت تانية، ولو حد عنده إيضاحات ممكن نبقى نشوف أو في حاجة فاتتنا، لأن الموضوع كبير أو حاجة احنا ما قلناهاش، ممكن نبقى نلتقي ونعمل استدراك ونكملها الحلقة الجاية إن شاء الله أو في وقت تاني لو حضرتك حبيت. وتشرفت بيك وأهلا بيك، وبشكرك وبشكر كل مشاهدينك الكرام، ومرة تانية مجلس إدارة النادي الأهلي وجمعيته العمومية وجماهيره ومحبيه، وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي ونقيب القاهرة السابق، على هذه الإيضاحات المهمة جدا في هذا الظرف شديد الأهمية والحساسية الحقيقة، لأن زي ما قلت لحضراتكم في البداية المسألة كانت تحتاج إلى هذا الحوار الخاص في توقيت مهم جدا، خصوصا بعد أن تجرد المستشار محمد عثمان من تبعات العلاقة العملية مع أو الوظيفية مع النادي الأهلي كونه مستشارا قانونيا سابقا للمجلس. الرجل أراد أن يعفي نفسه من هذه المهمة حتى يتمكن وبكل الحرية من مواجهة خصومه في هذا الملف وغيره بشكل خاص وفعال. شكرا جزيلا لحضراتكم، ودائما وأبدا لك أن تفخر أنك أهلاوي. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا.